السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بسكرة لنعرفكم بأكبر مركب لإنتاج الإسمنت في الجزائر، والمركب هذا الذي يقع في ولاية بسكرة عنده سعة إنتاجية بخمسة ملايين طن سنويا، وهو يعتبر أكبر مركب لإنتاج الإسمنت في الجزائر. ونخليكم تتابعوا هذا الفيديو ليعطينا تفاصيل حول هذا المصنع الضخم واللي يعتبر رائد في إنتاج الإسمنت جزائريا وإفريقيا. أترككم تتابعون الفيديو والسلام عليكم. لزيارة مثل هذه المواقع لا بد من أخذ بعض التدابير النظرية والتطبيقية للسلامة. بعد ذلك توجهنا للوقوف على الخطوط الإنتاجية الثلاث لهذا المصنع المقدرة سعتها الإنتاجية بخمسة ملايين طن سنويا بجودة عالية. الشركة الجزائرية 100% شهدت انطلاق الإنتاج وتسويق أول إسمنت سنة 2016. اليوم هي أكبر مصنع لإنتاج الإسمنت في الجزائر. شهر جنفي الفارط شهد هذا المصنع انطلاق خط إنتاج الإسمنت الأبيض، والذي يعد منتوجا هاما للسوق الجزائرية، والتي تمول حاليا 750 ألف طن سنويا. خط الإسمنت الأبيض حقق يعني حادثة لم تكن سابقا، بعد ما كانت الدولة الجزائرية تستورد في الإسمنت الأبيض، اليوم حققنا الاكتفاء وفي المستوى المحلي المستوى الوطني والتصدير على مستوى الخارج فيما يخص الإسمنت الأبيض بطاقة استيعاب الفرن حوالي 2000 طن يوميا لمادة الكلينكر، واستخراج الإسمنت يعني 24 ساعة على 24 ساعة من الإسمنت الأبيض. كما تشوفي بلي أنه المصنع في عملية الإنتاج أقصى طاقة، أنه الانبعاثات الغازية والبوسيار والأخرين أنه لا توجد على مستوى المصنع. هذا المنتوج المحلي استطاع بفضل جودته اقتحام الأسواق العالمية، فهذه الشاحنات قدمت من ليبيا. جينا من ليبيا نستورد شحنة الكلينكا اللي هي المادة اللي نصنع بها في السمنت في ليبيا. صراحة عجبتنا احنا البضاعة، كان عليها طلب في السوق الليبي بكثرة. حاملين السيارات ونستنوا في الإجراءات باش نطلعوا، بس هذه أمورنا تمام 100%، منتوج 100% درجة ما شاء الله. النتائج جاءت بفضل إطارات خضعت لدورات تكوينية مكثفة لتطوير مهاراتها التقنية. نعرض السعرات باش نلاحظوا الحوايج تاع المصنع من الفرن لتحنط الاسمنت. عندنا زملاء تاعنا برا نكونتاكتيو معاهم، مهم صغيره وكبيره اللي كاين تحدث في المصنع. الشركه هي اللي بعثت لنا المركز التكوين، مركز التكوين الخاص بالاسمنت بالجزائر العاصمه، وهذا التكوين دام 6 أشهر. يعمل المصنع على تطوير استراتيجيته الإنتاجية والتسويقية للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.